يا الله، تحياتنا شباب، تحياتنا لكل متابعينا. هذا الفيديو يخص الفحم، بما انه هسه بدأ الوقت حتى نبدأ نقدم الفحم للطيور. انا شارح لكم على هذا الفيديو تقريبا قبل 3 سنوات، نزل لكم فيديو راح تلقون الرابط بالتعليقات. المهم هذا اعاده شرح، لان هسه عندنا منتج نزل بالسوق هو كربون نقي للطيور، خاص للطيور. احنا قبل سويت الفيديو بالفحم العادي. هذا الكربون انتاج شركة إيطالية، شركة بادوفون الإيطالية، منتجة هذا الفحم أو الكربون للطيور. هذا الفحم بفوائد هواي للطيور، من ضمنها الطيور اللي تعاني مشاكل بالجهاز الهضمي. هسه بدت عندنا الطيور تعاني من هذا الشيء، طبعا هاي كل سنة بهذا الوقت، يعني من بداية شهر الواحد تبدي الطيور تعاني من الجهاز الهضمي. يعني اكو اسهال خفيف، مرات يطلع الأكل كما هو، الطير كما هو شاكل يطلع بالضروق هو. مرات اكو طير عندنا انتفاخ مو ريش، انتفاخ تباوع عليه ببطنه، يعني الطير خامل ثقيل ياكل طبيعي غير الطبيعي، بس شويه شلون المتخوم تحسه. هاي كل هاي الشغلات تبدي من الشهر الواحد تطلع. فاحنا بهالوقت كل سنه نضيف الكربون او الفحم. هسه عندنا هذا المنتج، هذا منتج ايطالي مثل ما قلت لكم، فهذا راح نضيفه على الخلطه مالتنا، خلطه السوبر ديلوكس الشتويه اللي سبق ونزلت لكم فيديو بها، وهم راح تلقون الرابط مالتها موجود بالتعليقات. الفحم يفيدك خصوصا على اللي يشتغل على الجهاز الهضمي، لان هو اكثر الامراض اللي تصيب الطيور هي الجهاز الهضمي. راح يوخر لك الانتفاخ، راح يوخر لك انواع من البكتيريا، طيور يصير بمعدتها بكتيريا، راح يوخر لك اياهن بصوره عامه. او حتى نختصر الكلام، هو يعقم لك الجهاز الهضمي. طريقة التقديم، هسه احنا عندنا هذا الكربون، هذا راح اضيف بمعدل نص كيلو، هذا نص كيلو كربون ويا 12 كيلو من الخلطة نقدم نسوي. يمكن عندنا متابعينا اللي اخذوا هالفترة هاليومين شافوا وجود الكربون، يعني كل 12 كيلو من الخلطة راح نضيف لها نص كيلو فقط من هذا الكربون. راح يشتغل الطير، راح ياخذ كفايته من عنده فقط. يعني مو شرط ان تشوف الطير انه ياكلها، لان هاي حجمها كبير، بس شوف ايش راح يصير باليد. باعوه، هي هاي الذرات راح تصير ويا الاكل مالتن وراح تدخل المعده. انت راح تلاحظ الضرق يتحول لونه اسود، وراسا راح تحس اكو نشاط عند الطير، الطير راح يشوفه نشط. وهذه اكو عالم راح يقول لك يابا هذا الكربون سام. صديقي وعزيزي، اذا كان سام شلون نستعمله احنا بفلاتر المي؟ تلقاه موجود لتنقيه المي، الكربون عنصر اساسي لتنقيه المي. وثانيا هو مصنوع من الخشب، الخشب اذا عندنا حرقه ودي يصير. حتى عندنا هسه عندي صيادين يسولفوا لي، يقول مرات عندنا بالبساتين قياعين يصلحوها من الحشايش، لو الزرع الضار يحرقوها، مرات يوصل الحرق للاشجار. فيقولوا نشوف العصافير الطيور، طبعا مو بس يقول هواي من الطيور يقول نشوف على الجذع مال الشجره ينقر بالحطب المحروق بالخشبه المحروقه. يعني هذا تقدر تضيفه اذا عندك حمام، اذا عندك دجاج، اذا عندك اي شيء تقدر تضيف لهن. طبعا ينقي لك الدم، هم يشتغل عليه. اكو طيور تسمم هسه من الدخان مال الجقاير، النرجيله، الغازات الصوبه، اذا ضفت هذا هم راح يشتغل لك عليه، راح ينقي لك الدم ويخلصك من التسمم. يعني هواي اكو شغلات، الاهم هو قلت لكم يشتغل على المعده وعلى الفطريات والبكتيريا. اذا ما عندك تشتري او توفر هذا المنتج، هذا البديل، حتى لا تقول انه فرض علينا، انا اصلا ما عندي من هذا، لان هاي الكميه جبتها انا شوي وخبطتها لي سويت هاي الخبطه. هذا الفحم العادي، فحم عادي، هذا مال الشوي، هذا تطحنه بنسبه، لا تسوي كلش ناعم، يعني هيك شيء، وتضيفه ويا الاكل، لكن تضيف مقدار قليل، لا تضيفه هوايه. يعني مثلا خلينا نقول المعلف مالتك بقد هذا، تضيف له خلينا نقول خاشوقه اكل او نص خاشوقه اكل من هذا المطحون. ابقوا ويانا خليني اشوفك شلون راح يكون مطحون، لان هسه هواي من الشباب ما راح يعرفون القياس. ثواني ظلوا ويانا. هذا شباب الطحين او المطحون مال الفحم، شوفوه، خلي شوي نسوي لكم تركيز. اها، هيجي حجم اريده منكم، لا تسووه انعم، اذا بالهاون يكون افضل الدقان. سويته بالطاحونه فشويه صار بي ناعم، فهذا الحجم المناسب كلش له. هذا خاشوقه مال اكل، اذا العفو نص خاشوقه مال اكل من هذا تضيفه، اذا كان المعلف قد هذا مال العلف مالتك البلت او شو تقدم انت، شوفان او اي علف ناشف تقدم له، تخلي له في نص خاشوقه مال اكل، تخليها فوق المعلف مالته او تخطه وياه، ماكو اي مشكله، الطير هو راح ياخذ كفايته من عنده.
بالنسبه لي مثل ما قلت لكم الكل 12 من خبطه السوبر ديلوكس الشتويه هي هاي اللي قدامكم، ضفت لها نص كيلو من هذا الكربون الايطالي، وهذا شكلها شوفوه، شوفوا الكميه شلون قليله، مو هوايه مال الكربون، مو كلش هوايه، لان الطير هذا ما يحتاج غذاء، هذا يحتاج مثل العلاج، الطير هو يعالج بيروحه، يعني اذا يحتاج من عنده هو راح ياخذ اللي يريده من عنده. ان شاء الله استفاديتم من الفيديو، وتحياتنا لكم.